مساء الفل، انا علياء طلعت دي سي مع علياء، والنهارده هتكلم عن فيلم ذا ليتل ثينجز. فيلم ذا ليتل ثينجز من اخراج جون لي هانكوك، بطولة دينزل واشنطن، جاريد ليتو، ورامي مالك. زي ما هو واضح من الاسماء اللي موجودين في الفيلم دوت، في 3 ممثلين رئيسيين، 3 ممثلين حاصلين على جائزه الاوسكار من قبل كده. اذرز اتعرض في السينمات، عرض محدود طبعا بسبب فيروس الكورونا، واتعرض كمان على منصه اتش بي او ماكس لمده شهر، ودي الاتفاقيه الجديده اللي عملتها اتش بي او مع وارنر براذر، عمر الاثنين تابعين لبعض طبعا، بس ان الافلام بتاعه 2021 كلها هتتعرض على اتش بي او ماكس كمان زي ما اتعرض في السينمات، علشان محاوله تقليل الخسائر اللي حصلت بسبب فيروس الكورونا. بعيدا عن الموضوع بتاع النهارده، موضوع عرض الافلام على اتش بي او ماكس عمل مشاكل كبيره جدا ضمن المخرجين السينمائيين اللي تابعين لوارنر براذر، على راسهم كريستوفر نولان اللي قال ان هو مش هينتج افلام لوارنر براذر طالما العرض على اتش بي او ماكس هو العرض المتاح بالنسبه له. نرجع بقى الفيلم النهارده، وهو فيلم ينتمي الى نوع الاثاره والتشويق، بتدور احداثه عن جرائم قتل متتاليه لمجموعه من الفتيات في احدى المدن في التسعينيات، في ضابط شرطه قديم ساب المدينه وراح الى واحده من البلدات الريفيه علشان يشتغل هناك، ده ديك اللي بيقوم بدوره دينزل واشنطن، وعندنا جيمي او جام اللي هو الضابط الشاب اللي بيشتغل دلوقتي محقق، شخص مرموق، شخص متميز، شخص واضح جدا انه هيتحقق اكتر من كده في الفتره القادمه لمزاياه كتير جدا. الاثنين بيشتغلوا مع بعض عشان يدوروا على القاتل المتسلسل اللي بيقتل الفتيات واللي هم مشتبهين ان هو يكون جاريد ليتو. الحبكه اللي حكيتها لكم دلوقتي اكيد حسيتوا ان هي مألوفه بالنسبه لكم كتير جدا، القاتل المتسلسل، الضباط اللي بيدوروا عليه، دي حبكه احنا شفناها في افلام كتير جدا جوه الجنرا دي. اكيد اول فيلم هيجي في بالكم هو فيلم 7 ديفيد فينشر او فيلم زودياك ديفيد فينشر برضه. الفيلم تم كتابته ليتل ثينجز سنه 1993، وحاول جاني هوك ان يخلي مخرجين كبار ان هم يقدموه زي ستيفن سبيلبرج، كلينت ستود، وارن بيتي، ولكن كلهم رفضوا المشروع، وفضل المشروع يتاجل من التسعينيات لغايه سنه 2019 لما بدا يشتغل على الفيلم بنفسه سواء ككاتب او مخرج او زي ما قلت. الحبكه شبه افلام ديفيد فينشر القديمه وشبه افلام كتير جدا جدا اتعملت في هذا النوع السينمائي. الفيلم اتكتب سنه 93، وده بيخلينا نفكر يا ترى هل الفيلم اتكتب سنه 93 وهل كان بيليق على 93 فقط؟ بصراحه دي اول حاجه جت في بالي. الفيلم قديم جدا، قديم في القصه اللي بيقدمها لانها اتقدمت كتير جدا، قديم في طريقه التناول نفسها لان المفترض ان السينما خلال 30 سنه اتطورت كتير قوي، فاحنا بنتفرج كان فيلم كلاسيكي قديم بيعاد انتاجه في الفتره الحاليه، وامكانيات السينما في الفتره الحاليه مش قادره تقدم جديد للفيلم القديم. وبالتالي انا طول الوقت كنت حاسه الفيلم ده اتعمل ليه. لما قريت عن الفيلم اكتشفت ان الفيلم اتعمل علشان البروديوسر والكاتب بتاعه عايزه يتعمل، مفيش اي سبب منطقي اخر يخلي الفيلم ده يتعمل، ياخد فلوس، ياخد نجوم كبار، لان الفيلم ما قدمش اي حاجه جديده. الفيلم حصل على نجاح معقول في البوكس اوفيس، طبعا ده قله الافلام المعروضه، وحصل على تقييم 47% او 48% على روتن توميتوز من النقاد. بيعتمد الفيلم او السيناريو بتاع الفيلم على العلاقه ما بين جيم وديك، وازاي بتتطور، ازاي هما كانوا حاسين ان هما مختلفين عن بعض في البدايه، وازاي هما الاثنين اكتشفوا ان في حاجات كتير قوي مشتركه بينهم في النهايه. العلاقة ما بينهم برضو علاقة كلاسيكية جدا، انت لو جيت تتفرج عليها هتحس ان هي موجودة برضو في افلام كتيرة قبل كده. دي مشكلة رئيسية في الفيلم، ان انت طول الوقت حاسس انك شفت كل ده قبل كده. ما كانش فيه اي جديد، استخدام الفلاش باكس كتير جدا جدا عشان نشرح ماضي ديك اللي كان ممكن يتشرح في فلاش باك واحد لكن تم شرحه مرارا وتكرارا، والجرائم اللي قبل كده المشابهة اللي كان بيحقق فيها وما قدرش يوصلها النتيجة وسببت انهيار حياته احنا شفناها وعرفناها جوه الفيلم اكتر من مرة. ده عمل ايه؟ خلى فيلم التشويق والاثارة المفترض ان هو يكون مثير مش مثير تماما. الفيلم ممل بشكل كبير، ده كمان مش بس عشان القصص القديمة اللي هو بيقدمها، ده كمان عشان الايقاع بتاع الفيلم اللي مش لايق على الفيلم. الفيلم الايقاع بتاعه بطيء جدا، اللقطات طويله قوي، اللقطات ما بتقدمش اي حاجه جديده، استخدام متكرر للفلاش باكس خلى الفيلم اللي هو ساعتين، وده برده وقت طويل قوي على النوع السينمائي دوت، الا لو كان بيقدم حاجه فعلا غنيه بيخلي الوقت الفيلم طويل فعلا. انا في اخر نص ساعه ما كنتش قادره استحمل اكمل الفيلم. الشخصيه الشريره المفترض بيقدمها جاريد ليتو المفروض ان هي شخصيه تكون مثيره تقدم اي اثاره في الفيلم. الشخصيه كلاسيكيه جدا، كلاسيكيه لدرجه كرتونيه، يعني المفترض ان الفيلم ده هو اللي خلى جاريد ليتو
يعمل شخصية شرير مرة أخرى. أنا مش عارفة هو إيه اللي خلاه في الفيلم دوت يعمل شخصية شرير مرة أخرى، يعني إيه المثير في الفيلم اللي خلاه يعمله نفس الشخصية مرة تانية، معرفش. لكن أداؤه كمان كان بسيط جدا، أداء مفهوش أي جديد خالص للشخصية، بشكله وشعره وعينيه اللي شكلهم كريبي، مفيش أي حاجة جديدة خالص. دينزل واشنطن، رامي مالك، برضو الشخصيتين بتوعهم كانت شخصيات بلين تماما، مفيش أي تطور في الشخصية. العلاقة اللي اتبنت بينهم ما كانتش العلاقة المثيرة بما فيه الكفاية انها تقدم الحاجات اللي فايتة القصة بتاعة الفيلم. حاول مخرج الفيلم عن طريق التصوير وعن طريق الإضاءة انه يخلق الجو الدارك اللي ملائم مع السيناريو بتاع فيلمه، او ملائم مع السيمة الأساسية لمجموعة من الفتيات اللي بيتم قتلهم في المدينة، وده طبيعي جدا مع النوع. لكن ما حاولش يقدم اكتر من كده. الفيلم زي ما قلت المونتاج بتاعه قتله. التصوير معقول، ممكن نقول ان هو فيه الدارك فلتر دارك كان نازل على الفيلم، بس ده مش جديد وده مش حاجة يعني تخليني اتفرج على الفيلم، لانه طبيعي في النوع السينمائي دوت انه هيكون الفيلم بالشكل ده. الفيلم يعني عادي جدا لدرجة ان انا كان عندي صعوبة في ان انا اطلع فيديو عن الفيلم هنتكلم فيه عن ايه. هنتكلم عن السيناريو. السيناريو تقليدي جدا، مفيش اي حاجه جديده خالص. استخدام الفلاش باك كان كتير زياده عن اللزوم، ملوش لازمه ان هو يبقى كتير، خاصه ان الشخصيات واضحه تماما. الشخصيات نفسها مكتوبه بشكل بسيط جدا. شخصيه ديك كان ممكن يبان ان هو يتكتب افضل من كده بحيث ان يكون في شويه تعقيدات، لكن الشخصيه واضحه جدا. راجل شرطي مر بامور سيئه، قبل ما بعد الصدمه اتطلق، جاله ازمه قلبيه وراح المدينه، بس خلاص شخصيه مكتوبه، شخصيه تتقال في دقيقه، شخصيه تتقال في دقيقه، خلاص ما عندهاش اي تطور بعد كده. شخصيه جيم، شخصيه جاريد ليتو، كلها شخصيات ثنائيه، كلها شخصيات ما فيش اي ابعاد. الجرائم اللي في الفيلم اساسا ما هياش مثيره، على الرغم ان في حاول تقديم جرائم قتل ودمويه، لكن يعني ممكن تحس بقرف بس مش هتحس باي خوف، مش هتحس باي قلق، مفيش حد تقلق عليه في الفيلم، ودي مشكله كبيره. لان شخصيات الضحايا مفترض في الافلام من النوع ده بيبقى في عندنا ضحيه بريشس، ضحيه ثمينه احنا قلقانين عليها كمشاهدين. الضحايا هنا تم تجنبه باي اثاره، تم وضعهم جانبا، ما هماش مهمين. كان التركيز على شخصيه ديك وشخصيه جام وازاي العلاقه بينهم بتطور، اللي ما اتطورتش برده في النهايه، وبالتالي احنا ما كانش عندنا حاجه مهتمين احنا نتفرج عليها، ما كانش عندنا شخصيات بتطور عايزين نشوفها تتطور ازاي، ما كانش عندنا ضحيه. نيجي بقى لنقطه النهايه. النهايه المفترض انها تبان ذكيه، لكن للاسف زي ما قلت الفيلم مكتوب 93، فالحاجه اللي كانت ذكيه وقتها قوي 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 لما تعرض في 2021 ما هياش ذكيه، قديمه. النهايه قديمه، النهايه ما فيهاش جديد. انا ما حسيتش باي انبهار ناحيه النهايه لان انا شفتها قبل كده في افلام كتيره قوي، وده مش رايي لوحدي، ده راي مجموعه كبيره من النقاد وراي كبير كتير كمان من المشاهدين. التمثيل مفيش شخصيات مكتوبه كويس، مفيش ممثل هيعرف يتصرف في الشخصيه. ممثل ما بيجيبش حاجه من عنده، ما بيبتكرش حاجه من الفراغ، الممثل بياخد الشخصيه وبيقدمها بالصيغه المناسبه لموهبته. لكن حتى لو جبت دينزل واشنطن موهبه ما كنا نقول عليها كبيره وقدمت له شخصيه زي دي خطيه تماما ما فيهاش اي تغييرات، هيحصل ايه؟ هيقدمها بشكل خطي ما فيش اي تغييرات، وبالتالي الشخصيات كلها كانت بلين جدا، الشخصيات ما فيهاش اي حاجه جديده تماما. من الفيلم ده تقييم الفيلم دوت قليل جدا، لو هقول من 10 هقول 2 من 10، لانه حتى النوع بتاعه خانه، ما قدمش لا الاثاره ولا التشويق المطلوبين في هذا النوع السينمائي. يعني لو عندك وقت فاضي ساعتين ممكن تتفرج على فيلم تاني، مش هنصحك انك تتفرج على الفيلم ده. حلقه النهارده يا رب تكون عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه.